في منطقة المغراقة جنوبي مدينة غزة، يحول الفنان الفلسطيني عساف الخرطي قطع الخردة المعدنية والأدوات التي لم تعد صالحة للاستخدام مثل المقصات والمفكات المستهلكة إلى أعمال فنية. ويبحث الخرطي في ساحات الخردة عن المعادن والأدوات المتروكة التي يمكنه استخدامها في أعماله الفنية، ليستطيع تنفيذ إبداعاته التي تخرج على شكل حقيبة من الخردة المعدنية أو منحوتة لشخص أو حقيبة أطفال مدرسية. هاي الخردة أو القطع الحديدية أو العدد الغير صالحة للاستعمال المتروكة في كل مكان أو استغنى عنها المجتمع في سبيل انه هي اصبحت غير صالحه للاستعمال، فهي الشغله انه حبيت ان انا اعمل منها مجسمات تخدم قضيتنا، تخدم القضايا المجتمعيه، او ان انا اركز على مشاكل قطاع غزه بحد ذاته. يوضح الخرطي ان اعماله الفنيه تمثل الحياه اليوميه للشباب الفلسطيني الذي يعيش داخل غزه ومعاناه اولئك الذين هاجروا منها الى مدن فلسطينيه او دول اخرى. كل قطعه حديديه لها دلاله معينه، اذا كان في العدد اللي انا بستخدمها بحب انها تكون موجوده في كل عمل، اللي مثلاً زي الزرادية أو القطاعة أو المفاتيح أو المفكات، يعني هاي القطع بتخلي قرب بين المشاهد وبين العمل، بيصبح العمل مألوف لإله. ففي هذه الحقيبة استهدفت يعني القطع الحديدية والخردة في أن أنا أعمل حقيبة سفر بوصل من خلالها وبسلط الضوء على قضية الشباب اللي هاجرت من قطاع غزة، إيش حملت من معاناة، إيش حملت هموم. حبيت أن أنا أستهدف فئة الشباب وأربط بين فكرة العمل الفني اللي أنا بأشتغله اللي هو إعادة التدوير، وبين أنه الشاب أصبح محتاج لإعادة التدوير لأحلامه ولأماله حتى أنه يقدر يخلق فرص جديدة لحتى أنه يقدر يعيش ويتعايش داخل قطاع غزة. بالنسبة لنا حاجات يعني خردة حديد، بس حاجات الخردة الحديدة هذه بنعملها على أرض الواقع على اللي بيصير في الدنيا، مثل شنطة بنفصلها من حديد بتحكي عن الهجرة، ومثل شنطة مدارس بتحكي عن طلاب المدرسة وتعبهم. هذه الأعمال الفنية من الخردة هي تجسيد لروح الفن الفلسطيني الذي يرسم الأمل من قلب الأحلام بالعيش في وطن هادئ وسعيد.